باركوكي المدرب ديال جمعيه نادي قوسقان جابر ميف نيباس. هذا العام الثاني ديالنا اللي كنشاركوا في المهرجان ديال العرائش الدولي للثقافه والفنون والرياضه. المشاركه ديالنا كانت في رياضه الرمايه بالقوس. كما كتعرفوا جميع هذا مهرجان اللي فيه مجموعه ديال الرياضات كما فيها الرمايه بالسلاح والرمايه بالقوس مسابقه الراس. حنا كانت المشاركه ديالنا كما قلنا في الرمايه بالقوس. وهذا العام الثاني، ثاني حاجه كنا حنا مشاركين جمعيه نادي قوس طنجة، وكانت مشاركه حتى الجمعيه ديال روما تيكوان من تيكوان. المشاركه كانت جد متميزه هذه السنه هذه، واللي عطتنا فائزين جداد ماشي هما الفائزين اللي كانوا خرجوا في الجوله في 2019. الفائزين هما كانت كوليت إليان لافيران في المركز الثالث من جمعيه نادي قوس طنجة، المركز الثاني كانت بسمه طاطاري هي من جمعيه نادي قوس طنجة، وفي المركز الاول جاء عمر الكادي هو من جمعيه نادي قوس طنجة. كنحيوا جميع الساهرين على هذا المهرجان، خصوصا جمعيه عبد الصمد الكنفاوي وجمعيه نادي جمعيه القناص القطريه اللي صراحه خلين هذا المهرجان بين احسن المهرجانات الثقافيه والتراثيه اللي كاينه في المغرب. وشكرا. نعم، والتقييم ديالكم قلت كانت المسابقه يعني مستوى متميز من الناحيه التقنيه كنقولوا. يعني طبعا من الناحيه التقنيه، لان الطريقه اللي جرت بها المسابقه هي الطريقه اللي كتجرى بها جميع المسابقات الدوليه والوطنيه، وكانت تنافسيه جد قويه لان اللي تقسمت حتى الجولات الاخيره، حيث في الرمايه من بعد ما كنديروا الجوله الاقصائيه كانت الجوله النهائيه. كانوا تاهلوا 8 درومات، تأهلوا جوج من جمعية روما تيكوان، وتأهلوا ستة من جمعية نادي قوس طنجة من نيبال. وكانت المنافسة كما كنقولوا شرسة حتى لآخر لحظة، عاد تحسم الفوز لعمر الكادي في النهائي في نعم. واش عندكم شي اقتراحات لتطوير هذه المسابقة؟ يعني إذا كانت بعض الملاحظات أو هذا يعني تقييم تطوير الرياضة، حيث طبيعي في هذه المسابقه هذه كداروا الفئه ديال الاناث بوحدها والفئه ديال الذكور بوحدها. حنا اضطرينا هذه السنه هذه مع المنظمين اننا نخلطوا الذكور مع الاناث. الوغ كنتمناو في مراحل اخرى اذا قدروا يقسموا يديروا مثلا مسابقه خاصه بالنساء ومسابقه خاصه بالذكور، وتكون المشاركه ان شاء الله اكثر. والسميه ديالكم الله يخليك، السميه ياسين البرقوقي المدرب ديال جمعيه نادي قوس طنجة.